نهار اليوم سحاعدكم مشينوا نهار اليوم برك عيدكم. ايوه مبارك عيدكم، صحة عيدكم، تعيدوا بالصحة والهنا ان شاء الله. صحة عيدكم، الله يدوم العيد والفرح في كل دار إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي العام الجاي نعيدوا في وسط مالينا واللي راه في الغربة، ما ننساوهم شنو نقول لهم، ربي معكم ومعانا. هذا العام الله غالب، لا العيد صغير لا العيد كبير، ما كتبتلناش نعيدوا في البلاد، رانا معيدين في الغربة في ديارنا، والحمد لله نسيو نديرو دايما نخلقو جوغ اجواء تاعنا تاع العيد تاعنا الخاصه بنا، باسكو كل بلاد والثقافه تاعها، ما غير تكون بلاد عربيه مي ماشي كامل كيف كيف، وين كيما حنا لهنايا الاتراك ولا لي في الغرب مع الكور وكذا شويه صعيبه مع الاتراك. على كل حال ما كانش فرق كبير بزاف مي وشنو في كيما حنا في ليغاتو تاعنا، مي يقولوا لي بزاف اهبال ديروا بزاف، هذا راني نقصت كي جيت العامين الاولين كنت ندير ننسى روحي انا، بصح هذا كي ندخل الكوزينه ندير حاجه نعشي نلقى روحي درت 100 حاجه ما نفيقش بروحي انا هكذا. الوغ هذا العام ما ولتش ندير كيما على بالكم غير كيما اوبيريت صافي، ما قدرتش نواسي اصلا، ما كانش ما عباليش كيفاش ما فيهاش جو هكذا وخلاص، درت غير حاجه اللي جوغ ناسي ساغل اللي لازم. وهذا العام درت حاجه شويه ديفيرون، درت البقلاوه تاعنا، جاتني روعه روعه، راجلي هبل عليها، عندي شحال ما درتش نقول لكم، عندي واحد 4 سنين ولا ما درتش هاد ما نديرش هاد البقله، باسكو جو تشد لي اليد والفنا ماكلتهم، ماكلتهم تاع السلك تمتم من الحلويات تاعهم تاع السلك وكذا، والفنا الكاطو تاعنا شويه يشد اليد. اي هذا العام قلت لها غير ندير بقلاوه، ما غدرت واحد سنيوه صغيره، درت سنيوه صغيره درت لها 6 طبقات غير من 6 من تحت و 6 من الفوق كما راكم تشوفوا فيها، ما درتهاش عاليه بل بزاف، درتها بالجوز. واش نقول لكم، بقلاوه بالجوز، بقلاوه بالجوز مع كل احتراماتي للكوكب واللوز، بصح البنه تاع البقلاوه انا تعجبني في الجوز والله، غير هنا في الترك يخي بلادها، في الترك بلادها، مي بقلاوه تاع البيستاش والله ما تعجبني كيما تاع الجوز، ما من بقلاوه تاع الاتراك، انا نحب البقلاوه بالجوز. ابيان سو هذا العام درت كعك النقاش كما كنت تشوفوا هذه بالعاني، خليتها هكذا جات طاحت منها من الزهر، قلت لها غير خليها كما تشوفوا، درتو بالغرس والغرس النقاش، حنا كعك النقاش لازم 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 نديرو له الوسمو القرنفل مرحي، باسكو اذا كعك النقاش ما كانش في لافارس تاعو تاع التمر ما كانش القرنفل المرحي ما كان بنا، ما يجيش كعك النقاش، تجي حاجه واحده اخرى. هذه هي درت المشوك، درتو ثاني درتو هاد المره درتو بالكوكب، باسكو حاجه معسله بالكوكب تجي خير البنه تاعها، درت المشوك بالكوكاو جا هايل بالبزاف، راجلي تاني يحبو بزاف، وبيان سور سلطانة المائدة هي ولي صابلي حلوة الطابع ما تخطينيش، هذيك لازم تكون حلوة الطابع تاعنا. وبيان سور بيان سور ما نحقروش السيد، ما نحقروش ماشي في بلاده ونحقرو، درت تاني يقولها الصارمة الظلمة تاع ورق العنب كما راكم تشوفو، الصارمة لازم تحضر، والفال تاع العيد على بالكم كيما دوكا راني نصور لكم انايا، ماشي الصباح هذه ماشي القهوه تاعنا تاع الصباح، هذه جويه دوكا راهي الربعه، راهي عندنا الربعه تاع العشيه، بعد ما ذبحوا وجابوا اللحم تاعهم كامل ونقطعوا هكذا، يقطعوها الرقيق يقطع ماشي رقيق صغير صغير هكذا صغير مران صغير صغير باش يتقلى تمتم باش يطيب، هذه يقولوها الكاورما صافي، هذا تقلوه دير له شويه شحم ويخلوه على نار قليله يتقلى، نقول لكم واحد 45 دقيقه هكاك يجي تاني يجي الزبده، هذه هي هذه لازم نهار العيد، هذه هي المائده التركيه تاعهم يكون فيها هذا الكاورما، تكون فيها هذه الصرمه وتكون فيها بيان سوغ البقلاوه تاعهم، هذا المره خلفت هذه البقلاوه ديالنا هذه المره راهي مائده جزائريه، الجزائري راهي 90% والتركيه راهي 10%. هذه كما راكم تشوفون دوك لهنايا وجدت حطيت هادو مال هنا حطيتهم من المقبله، ودوك حطيت هذا اللحم باسكو عيطت لي لي قلت لكم شكون اللي جات عندي اليوم اليوم صدمتني كي جات، اي جايه لعندي دوكا عيطت لي قالت لي فوالا، قالت لي راني جايه باسكو تخاف تجي عندي ويكون عندي لوسي ولا لوستي ولا ما تحبش يشوفوها باسكو صرا بينات مودا دي بروبلام، قالت لي نجي لعندك، قلت لها معليش خا بعد العيد ديال العيد نقولها ما تجينيش، قلت لها ما يكونوا لهنا واحد ما يهضر معاك، قلت لها حبيتي تجي ارواحي
قالت لي نمسح قاعدتك حابه نهضر معاك. قلت لها رباحي هذه هي انا راني حاطك الوسم وهدو نعيط لي قلت نبروفيتي هاد 9 مينوت نهضر معاكم. دوكي تدخل هي تسمع وهي ضروا على شي جاي عندي هذه نعاود نقولها لكم صح عيدكم تعيدوا بالصحه ولهنا ان شاء الله العقبه العام الجاي في حياه العزاز عليكم كامل ان شاء الله. هذه من بعد نعاود نولي لكم بعد ما تجي مرت شيخي. كما شفتوا البنات كنت معكم مقبله عاودت وليت راهي جات مرت شيخي. شوفوا وليدي شحال يحبها راهو راح عندها تنتم يروح ليها الحجره باسكو بخاسك هي اللي رباته وليدي هذايا هي اللي رباته. كي جات هي عروسه العروسه في عروسه سنوج بلا عروسه كي جات هي عروسه وليدي كان عنده شهرين جو كانت تجي عندي بزاف وليدي مولفه شوفوا غير جات راح قعدت في حجرها. المهم البنات هذه هي انا نحط لها كل من كل حاجه كذا شويه شويه نعطي لها تاكل. ايماجيني وعلاش جات لعندي جات لعندي قالت لي ديني حابه تروح للدار تاع الدار اللي كانت عايشه فيها 5 سنين عايشه فيها دار شيخي حابه تروح ليها. قالت لي توحي جوغ جاتني كذا في خاطري نروح عباكم احنا عندنا المفتاح. قالت لي لا تديني هذه هي دوك انا نشوفو نحط لها واش واسيت ونقول لكم لا ديتها ولا لا ما على باليش دوك حتى نقول للراجل نسقسي الراجل باسكو الراجل اليوم راهو خدام هذا وين جا خلى الحمراء يخدم على الربعه خرج انا عيطت الراجل ونسقسي ونقول لكم واش قال لي. هذه هي وليت لكم انا جيت لكم خرجت لكم ديريكت فيس تو فيس كيما شفتوا ما تكون عجبتكم المقدمه نزيد نعاودها لكم ديريكت هكذا ديريكت من الاحسن. نقول لكم صحه عيدكم وربي ان شاء الله العقبه العام الجاي ان شاء الله نعيدوا كامل مع احبابنا ومالينا وكامل نتمنى كامل سوق المغتربين نتمنى لهم عيد سعيد سبيسيال ديهم. هذه هي كيما شفتوا انا وجدت لاطاب تاعي عيطت لي مرت شيخي بون قاتي راني جايه وكذا وكذا نورمال. انا قلت لها رباحي باسكو ملي مات شيخي صافي دوكا نقول لكم واحد 8 شهور هكاك ولا حسبوا في نوفمبر صافي ما جاتش عندي ما جاتش عندنا كامل ما جات عند حتى واحد جوغ ما تعيط ما والو كذا ما انا جوغ ما عيطتلهاش ما نكذبش عليكم ما جاتش لوكازيون مرض كذا الجري الدراري الكوفيد ايتو. هذه صافي انا ثاني ما عيطتلها شويه ثاني ما عيطتش هذه المره عيطت لي فوالا فتحت لها فتحت تليفون صباح قالت لي فوالا قالت لي فوالا فوالا قالت لي حابه نجي باش عندي هضره معاك. هذه هي كما قلت لكم قبيله جات ودخلت للدار وكما شفت قلت لكم وليدي يحبها بزاف جو هي اللي جو كفتا عيني بخاسك كيما نقولوا هي جده. هذه هي وبعد ذلك قالت لي نروح عيط عيط الراجل يمر ما كملت ما كايت الراجل ما كملتش معكم لا فيديو كيما على بالكم مستحيل مستحيل كنروح لدار شيخين فيلمين تمنى ماشي كسم تاع الخوف ولا زعما خاف منها ما حاشي ما بغ باش نيفيتي برك دار مشاكل برك قالك السكوت وعلى الاحمق جوابه. هي واحد ما يهضر معايا واحد ما يقول لي علاش فيلميتي واحد ما غير هي غير هي وحدها صافي. قلت باش نيفيتي المشاكل ما نصوبش ما نديرش ما كما يقول لك ما كان علاه فيلمي دار هي هي وكلش عادي نورمال. ايوم بعدك قلت لكم حلتني جو قالت لي الروح وكذا وديني ومنا باسكو هي ما عندهاش المفتاح باسكو هي المفتاح تاعها عندها هي المفتاح تاع الدار بياسو 5 سنين وهي عايشه في الدار هذيك مي هما مرمى حوزوها بدلوا المفتاح صافي ما عندهاش المفتاح. قالت لي فوالا فوالا قالت لي ديني وتعيشي وكذا عيط الراجل قال لي دبري راسي قال لي انايا قال لي ما على باليش واش كيفاش نديرو قال لي بعد ما نكتبش عليكم الراجل قال لي خلاص قال لي ديها و قال لي كيما كانت تكون بصح انا قلت له على بالي تما الجيران قادرين يشوفوني يعرفوها بعد 5 سنين عاش تما ويوصلوها البنات ولا صار لي كاش مشكل ولا قال لا لا ما كان فيها حتى مشكل. هاي آه يا سيدي قلتها اوكي شربنا لاتاي تاعنا شربت لاتاي اكلت واش كتب ربي وكذا لبست حوايجي وخرجت رحت. هذه اللي راني نسمعكم معكم دوكا بعد ما كملت الحكايه معها اوكي عاودتني قلت لها غنصور لكم فيس تو فيس هكذا. قلت لكم بعد ديك رحنا لي رحنا ديتها لتما رحنا دخلنا صدقوني جاتها واحد جاتها الدمعه ما قدرتش تبكي جوغ شفت داك اللي واحد يحب يبكي جوغ بالشهقه جوغ تبكي جوغ هذا مصدرها جوغ غاضتني كيفاش عليك قلت هي ثاني شويه قبيحه مي غاضتني فهاد الاسم غاضتني جوغ جوغ سابها حاوزوها جوغ. ومن بعد ديك جوغ قالت لي ندخل الاسم دخلت لا شامب تاع الشيخ انا ما نكذبش عليكم جوغ قالت لي ندخل لا شامب وحابه زعما جوغ تقعد وحدها انا ما قدرتش نخليها تقعد وحدها مستحيل نخاف كش ما دير ولا لا ما كاش لا ما دوكا واحد خول خورا ويكيد لو كيفاش الوغ لا انا ما عنديش زهر كما يقولك باش يشتي معها ما عنديش زهر ندير الخير يولي عليا الشر ان شاء الله ربي يخلف عليا وخلاص. قالت لي ندخل ليك قلت لها لا ما تدخليش تدخلي لاشوب قلت لها ما تغلقيش الباب انا معاك
هذيك خلاص هي ما قالت والو، ما دارت حتى جيست ولا راح دارت. حنا عندنا لي زور تاعنا جوغ لي زار، ومره واحد لي زار يجي جوغ يقولها اللي تغطي الشمس ولا في اللي كنش عين ضم تبانش من برا. هذيك نورمالمون هي هذيك ما تعاودش تنحي من الشامبره تاعها، هي اللي واش راح دارت، هي راح حركت هذاك لي زار جوغ نحات ولا حتى تاع الشمس باش تدخل الشمس للبيت. انا جوغ كي وزتها قلت علاش، قلت لها لا ما تنسيهاش، ايه عاودت غلقتها. تيماجيني في هذوك 5 سكوند، في هذوك 5 سكوند شافتنا الجاره، ما كاين والو عادي نورمال، قعدت في الدار، قعدنا شويه، قعدنا واحد 4 ساعه ولا قرات الفاتحه وكذا وتوزت واسات وكذا تفكرت وكذا. المهم وجينا رايحين، جيت لداري ما حبتش تجي معايا الدار، ما حبتش تولي معايا، راحت. هذه هي انا ما قعدتش يا ربي نقول لكم واحد الساعه دوك انا كي جيت درت حطيت العشاء لولادي وقعت عادي نورمال. قلت من بعد ندير لكم ندير لا فيديو، نصور لا فيديو، انا نجي حنصور لا فيديو صوني التليفون. عيط لي راجلي ايه صافا كيفاش قال لي والحق الخبر. انا تشوكيت تمتم عيطوا لوسي قال لها مرت باباك جات للدار وكذا. ايه وقعتهم كيفاش دخلت قال مع فلانه وعلانه، ايه حي عليا كيفاش منا حاوزناها وكيفاش تعاود تدخلها للدار وكيفاش. المهم داروا حاله الراجل، هي ما عادش الراجل، عيطت له الاخرى مي بصح جو داروا حاله. قلت له قال لي راجلي قال لي شوفي قال لي المشاكل ما يجوش ليك، قال لي تقعدي انت تروحي للمشاكل وحدك. قلت له بصح يا اخي انا سقسيتك انت قلت لي معليش، وانا صح صدقوني ما على باليش كيفاش صرا لي. شوفوا صرا لي هذا البروبليم نهار العيد، ما على باليش علاش انا يعني المشكل انا نروح ليه ولا هو اللي يجي لعندي ولا انا البروبليم راه فيا. قولوا لي المشكل اذا راه فيا انا قولوا لي، عندي ما باليش عندي يد ميسخ عندي نتسرى عندي جوغ صح انا عنيده شويه، انا كناخذ كاش ديسيزيون هذا نحب نشد فيها ماكي ونعرف روحي ماشي زعما خاسر الحال دخلت الحاجه لجهنم نكمل فيها لا لا. مي بصح جوغ منين داك جوغ عندي كيما يقولوا عندي شويه غرور شويه بزياده. صافي قلت لكم هذه صرات لي هذا الوسمو هذا المشكل. ومن بعد هذيك العشيه هذيك ديجا انا وراجلي راهو ديجا وقع لي وصار مشاكل بدا قالت لي المشكل ما جاش ليك تروحي لي هذه راه درها لي في التليفون. سي بون خلاص كملنا هذيك وصاي وعشيت ولادي والسهره نديرو لاتي ونحطو كان برا عندنا قدام الدار واحد الجارنا جو هكذايا نقعدو فيه حنا لجيرانيتو. ايا جاو قعدو دوك عندهم الاتراك عندهم واحد الطبيعه راهم يديرو عندها واحد نقول لكم واحد 6 سنين هكاك ولا 7 سنين ملي جيت منهم ما كنتش نعرفها. ومن بعد دوك غير كما سمعت بها ولوستي وحده منهم تبعت فيها اما لا يديروا زعما يمدوا الدراهم تاع الاضحيه تاع العيد يمدوها يمدوا الدراهم تاع الاضحيه ويصدقوهم وين حنا في افريك. يما يما ما نحبش نهضر باسكو صرات كبيره اليوم. المهم يمدوا هذيك الاضحيه الدراهم تاعها يمدوهم ويبعثوهم لهذيك البلاد اللي حنا في الجنوب تاعنا ماشي في بلادنا في الجانب تاع الكل اسمها شو يقول القارات تاعنا تما يبعث لهم هما هذوك يشروك باش ماشي شوف باش ما يشروك باش ولا فرد ولا باش شنو وكيبداو يذبحوا فيهم يسموا لا ليست هذيك الوستي ثاني مره سمعت اسم تاع راجلها يقولوا فلان وفلان وفلان صافي معناتها الامانه تاعكم راهي صح لحقت باسكو انا راجل وستي ما شاء الله الله يبارك الله يبارك الوستي ثاني. اما لا انا جو عادي جو ما فات بارطاجي شي حوايج يوجعني قلبي ما نكذبش عليكم انا غير نسمع تاع واسمو تاع لافريك راهم يموتوا للشر الناس راهي تموت للشر وتا يبازيو بزاف على تاع افريقيا ميتين للشر ما نكذبش عليكم تغدني عمري ضيق لي ما عليش نشدها في قلبي ونسكت قالك. اما لا هذه المره قلت لكم كنا قاعدين من بعديك وحده لهنا جاره قالت لي قاتي تما ذبحتو ولا بعثتو صدقتو قلت لها لا قلت لها حنا ذبحنا باقتي قاتي شتي كون غير بعثتو قاتي على لوست قاتي انا بعثت لها المره درت مع الجمعيه تاعهم بعثنا قاتي مساكن ديجا ني بارطاجيت واش بعثت في البارطاجات هي في لي ستوري تاعها على الصحاب الافريقي فاش ياكلوا مساكن زعما لهذه الدرجه قالت لي مساكن قالت لي بلي كنا حنا نقول لكم واحد 5 ولا 6 سنين بتقول مساكن كذا وانا انا الدمار بدا يطلع انا الغاز راه بيطلع الغاز بيطلع يطلع بالشويه راه جاي من رجلي حاشاكم وجاي طالع وهي تقول مساكن وما عندناش واش ياكلوا. ومن بعد قالت لي شتي تهضر معايا مع الاخرى تقول على بالها بلي انا من تما. من بعد
قالت لي شتي قالت لي شنو الفوتو اللي وصلت لك ما بارطاجيها. قلت لها ما شتهاش بالعاني. قلت لها ما شتهاش. ومن بعد قالت لي تعرفي قالت لي ايماجيني مساكن من قوة شغلي ما عندهمش واش ياكلوا. هذيك اللي ضحاو هذيك الاضحيه هذيك الجلد تاعها ويحرقوه جو هكذا بالشاليمو الجلد هذاك ويطيبوه وياكل. قلت لها وشنو؟ قلت هذه اول مره اسمع ياكلوا الهيدوره الجلد تاع الهيدوره. قلت لها انا في حياتي ما نعرفش هذه الحاجه ما كاش منها. قلت لها يشبطوا الراس والرجلين هذاك البوزلو باش يواسيوه يطيبوه عادي ماشي يطيبوه ماشي يشبطوه باش ينحولوا الرش باش ياكلوا الجلده. وشوفوا نخلي لكم لهنا درت سكرين شوت عليها نخليها لكم مش بارطاجات اي بصح ما تعرفوش التركيه نسيت اللي فهم التركي. المهم نحطها لكم في ستوري تاع الانستغرام ان شاء الله ما يشوفوهاش ولا شافوها يندبوا. المهم قلت لكم بدات تقول كذا. قلت لها لا انا نغالب فيها ويتغالب فيا خا قلت تعرفي القرار تاعنا خير مني. ومن بعد قالت لي احنا الجمعيه اللي هضروا عليهم وكذا ونسمع. ومن بعد قالت لي كاينين بزاف بلدان. قالت لي كاين هي غير قالت لي الجزائر شويه نقلب عليها الطابله. قالت لي كاينين سمات قالت لي هذوك الكحالش هكذا قالتها. قالت كاين قالت كاين المغرب كاين الجزائر. قلت لها وشنو عاودي. قلت لها الجزائر. قلت لها نتوما تصدقوا لينا ابيكم ما لقيتش واش نقلب الطابله ندير الا غالب مشاكل يجي لعندي. قولوا لي انت تاع مشاكل دوكا ما فهمت نقلب عليها الطابله ما فهمت نمرمدها نشنشفها ناكلها ابيكم حبيت ناكلها حبيت نديرها شوار تمتم. طلعت لي واحد الغاز في راسي. قلت لها انت مريضه في راسي. قلت لها كتهضري علينا. قلت لك تهضري على الجزائر بلادي. باك الاخرى واحدة تما كتما جات من بعد قالت لها قالت لي لا هي كي قالت الجزائر قالت الجزائر جارتي هذيك انا نطقت انت مريضه انت باقي. قالت لها لا قالت لها جارتي الاخرى ما تعرفش. قالت لها لا قالت لها الجزائر ماشي في الافريك. قلت لها لا تما قلت لها سني قلت لها جايبه الخبر بصح راه جايبه الخبر نص معوج. قلت لها سمعي حاجه الاولى يحب لك باش تصدقي علينا احنا باش ناكلوا اللحم بصح حنا ما نجيعانين عندنا اللي يتربوا احسن كباش واحسن اللحم واللحم البنين واللحم الفايده اللي فيه الفايده كامل يتربى عندنا. ومن بعد قالت لي بصح ما يقولوا في افريك. قلت لها معلي بلاش دوك انا فاس ما نهضرش قلت نهضر على بلادي. قلت لها شوفي قلت هذه نسيه قلت لها عاد دوك تاكدي. قلت لها جبدي لي دوك هذا الوسمو تاعكم. قلت انا تاع الوسمي بعثوش لبلاد قلت يبعثوا وين هذوك السموره. ومن بعد قالت لي نعبش قالت لي بصح المهم انا نعرف بلي الجزائر تاني معاهم. تضرب فيا سون بيتي تضرب فيه تاع هبلي ولا قطعي حوايجك. وبقات نخزو قلت لها منين راكي تغالبي فيا في حاجه في بلادي. قلت لها قلتي ياكلوا الجلد تاع الدواره وما هضرتش. قلت لها بصح تزيدي تقولي ياكلوا باللي رانا حنا نبعثوا لهم صدقوا لهم ساكن باش ياكلوا ما عندهمش باش ياكلوا لحم حاش شي. قلت لها حنا ناكلوا لحم خير منكم وصحنا ناكلوا لحم خير من الاتراك الوغ انا لحم البقري هذا ما نشموش انا حنا اللي انا يخلعوا ضحكت بحال تقسموا على ثلاثه هذاك اللحم كيما حنا هذه المره صح انا نقول واحد 38 كيلو باسكو كريف فيه سبعة يشتركوا في وكريف حنا صح انا نقول لكم واحد 38 هكذا كيلو نقسموه صافي على ثلاثة الثلث واحد ثلث يتصدق كامل الثلث الدوزيام للاقرب لا فامي الاقارب كي تجي عندك تحطي لهم طيبي لهم تحطي لهم والثالث ليك انا ما نقول لكم انا زوج يخرجوا زوج حقوق يخرجوا والثالث اللي ديالي نورمالمون هو اللي نضيف به الناس باسكو انا ما يقعدش عندي اللحم نخلي غير نقول بوشات وحده ولا زوج اللي نخليهم زعما حتى 10 باش نزيد نطيب منهم سيرو والو ما نخليش هما قسما بالله صدقوني غير الحق اللي تشوفوا الصول تاع الفريجيدا تاع الفريغوات الكونجيلاتور منا معليش باسكو ما كيذبحو ما يحطوا كلش في الكونجيلاتور صدقوني غير عام اقسم بالله غير وقت 8 شهور 10 شهور واللحم تاع العيد تروحي عند واحد تقول لك هذا اللحم تاع العيد كيف انت اللحم تاع العيد تشرب شويه. المهم ما تخش في هذوك التفرعات والناس ماشي كامل كيف انا المهم هذه يا ربي وشو صاري فيا علاش المشاكل تجول عندي وانا دمي سخون ماشي من شغل لي نسكت يا ربي ماشي من شغل لي نسكت ما نقدرش نسكت فمي ما نقدرش نشدو بالك كاش وحده يهضروا قدام هاد الهضره تسكت صرتها وتسكت مي انا نعرفو نخسر كيما قالت وحده نطلق ونروح داك الحاجه اللي رابطتني لها غير الزواج نطلق ونروح هذا ما كان ما سحق والو من عندكم تعرفوا كريتها مرمتها شرشحتها واش ما خليت فيها ما بقيت قلت لها بكري ما كنتش نفهم لا لونغ ما كنتش نعرف اش قالوا شنو تهضروا بصح دوكا اللي تغلط معايا تخلص
قلت جبت لها التليفون قلت لها شوفي شوفي الجزائر، قلت لها هذه انتما تبعتوا لنا لينا، ولت نوريها في الجزائر. قالت لي لا هذه ماشي لافريك. قلت لها ماشي لافريك، قلت لها اسمع في قلبي ما نتجادش مع الحمقى، قلت لها هذه تاع ياكلوا الجلد وهذه تاع البسمة، قلت لها خلاص بزاف تنفخوش روحكم بالزياده، قلت لها وصدق الله تعالى مقبوله ان شاء الله، قلت لها وهذوك اللي راكم تبعتوا لهم راهم رفين عليكم ساكن، باقي اللي راهم استعمال اللي راهم ياكل فيهم الله غالب عليهم. لا لا ما عندوش حوايج ما عندوش باش يلبسوا، ما با مامي يحبوا يلبسوا داك العاريه تاع افريقيا. المهم دخلت لي في واحد المتاهات ما تاع ما تاع ما نقدرش نتجادل معاه، تاع نضربها بكف لصقها في الحيط هذا ما كان تاع وحده مبعوثة لي بعثوا لي وخلاص. خسرت لي ديك القاعده، خسرت لي تعرفوا ديك هما ولاو يقولوا لي الشوربيلات تاعك اللي عندك كل الوسم جايبين الظلمه، خلاص قلت لهم سايت كوبالي كلش. هذه هي العيد تاعي دي كيفاش راني نجوز فيه لهنايا مع هذا القوم، هذا القوم شحال صعيب، هذا القوم شحال صعيب يا خاوتي. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. حاسبين في روحهم الشعب الله المختار، مش لهذا الدرجه. كاين عبد ما شاء الله عندي لوستي وراجلها ما شاء الله، بصح شي عباد حبسوني من راسي. لوستي جامي قالت لي هذه الهضره، لوستي جامي قالت لي هذه الهضره، هذه جاية من طرف الدنيا جاية تبيكي فيا. هذه هي قلت لكم انا تاع ارواح ليا يبلو ولا نجي لي تخطي تاع المشاكل. انا المشاكل تجي عندي برجليها، لما تجاونيش انا نروح ليهم. هذه هي هذه هي البنات، كان هذا هو العيد تاعي كيفاش راني نجوز فيه ومازال نجوز فيه. ان شاء الله نقدر نبارطاجي معكم هذا الفيديو غدوه ولا غير غدوه. المهم على بالي بلي ما ديباسيش هنا العيد، عندنا سمانه ماشي كما في الجزائر يومين برك، هنا عندنا العيد سمانه سمانه وحنا نعيدو، عندهم سمانه ما يروحوش يخدموا يضربوها من الجول للجول. صافي مالوكو في الجزائر يومين تاع العيد حرام عليهم، خدامين يعيدوا ثلاثة ولا أربعة، وقتاش يروح للبلاد وقتاش يعاود يولي سخت اللي يسكنوا على برا، وقتاش يروح وقتاش يعاود يولي مي معليش، كون غير عطاولهم زعما نقولوا الحد واثنين ويجوا سمانة ولا أربعة والخميس يعاود يولوا الخدمة ولا المهم معليش. كيما لهنا جاتهم الاثنين خدموا ومن بعد ثلاثة ولا أربعة الخميس الجمعة السبت والحد، صافي بالتنين باش يبداو يخدموا ست أيام. هذه هي نقول لكم البنات، نقول لكم يعطيكم الصحة على المشاهدة، نقول لكم تهلاو في روحكم، ما واحد ما يخلعكم واحد ما يحبطكم، نيف في السماء دائما دائما اللي يهضر لكم علينا على البلاد والو ما تسكتوش، باسكو خلاص حبوا يطلعونا فوق ريصانا. الله غالب بلادنا فيها ديفوات ماشي قلال، فيها ديفوات بالبزاف بالبزاف، رانا بزاف قعدنا اللور قعدنا اللور بلادنا قعدت اللور. مي وحدة أجنبية جيت تكريتيكي بلادي ما نسمحلاش، أنا نهضر باسكو بلادي، أنا نهضر على بلادي. مي وحدة برانية ما تجيش تهضر لي على بلادي، زعما دوك يقولوا لي بلي ما تقوليش هكذا باسكو حنا مازالنا اللور جيراننا بالك تضحكوا علينا ولا واحد يفهم اللغة تاعنا، شكون اللي حيضحك؟ قالوا مذبوحة تضحك على المسلوخة، نجبدوا الدوسي تاع تاع العرب تاعنا ولا تاع جيراننا ولا تاع كاعيتيك أون جينيرال، يا الدوسي راهي الحالة راهي واش نقول لكم راهي خانزة باغتو. هذه يا ربي يستر، قولكم تهلاو في روحكم، نحبكم بزاف، صحة عيدكم وفي أمان الله.